هاي جايز ويلكم باك تو ماي شانل. اهلا بيكم في قناتي على اليوتيوب. انا روان داش. هلو. فيديو النهارده هيكون حماس جدا 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 لانه النهارده هيكون من سلسله كلت حاجات معينه لمده اسبوع كامل. اخر مره عملت لكم كلت اكل حار لمده اسبوع كامل وانتوا حبيتوه قوي مع انه بطني ما حبيتهوش خالص، بس انتوا حبيتوه، طلبتوا مني اعمل لكم الفيديو بتاع النهارده. فمن النهارده اللي هو يوم الاحد لحد يوم السبت اللي هم 7 ايام هكون باكل اكل كوري فقط، وهنجرب مع بعض حاجات جديده وانا متحمسه جدا وفي حد واقف بيبص عليا دلوقتي. اللي هنعمله انه هنروح مع بعض على الماركت الكوري. انا متحمسه جدا جدا لانه في حاجات تجنن واول مره هكون بروح له على فكره. بس قبل ما نبدا الفيديو عايزه اقول لكم تحطوا لايك لانه اللايك فعليا بيساعدني جدا عشان بيعرفني انه الفيديوهات اللي انا بعملها انتوا بتحبوها علشان اعمل لكم اكتر منها. سو حطوا لايك، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم اول باول. ودلوقتي خلونا نروح مع بعض على السوبر ماركت الكوري. سو ليتس جو. اوكي يا جماعه وصلنا على المحل الكوري. شوفوا قد ايه في حاجات تجنن فعليا، في حاجات رهيبه رهيبه. طبعا دلوقتي بصور لكم من تليفوني لانه الكاميرا كبيره قوي، بس ما علينا. شوفوا يعني اكبر المكان فعليا. هفضل هنا ساعتين لحد ما انقي كل حاجه، بس خلونا نشوف هنجيب ايه. لازم دلوقتي ان انا اجيب حاجات تكفيني لمده اسبوع كامل، وبجد الموضوع ده يعني مأزمني جدا وصعب. او ماي جاد، لسه ملاحظه ان في كاميرا فوقي. طبعا انتوا عارفين اهم حاجه بالنسبه لي الصبح هي الكوفي، فهي دي اول حاجه هشتريها اكيد. وطبعا شوفوا عندهم التلاجة دي اللي فيها كل المشروبات الكوريه. شوفوا هنا عندهم القهوه بتاعت بي تي اس. الله، شوفوا ما احلى الحاجات. بجد حاسه ان انا هشتري كل حاجه في المحل حرفيا. طبعا اول حاجه هجيبها هو مشروب بي تي اس، القهوه بتاعتهم. بصراحه انا مش عارفه ولا شخصيه فيهم الصراحه، سو قررت اجيب ده. وهي دي اول حاجه عندنا. بصوا بصراحه شكل المشروبات دول عجبني جدا، شوفوا ما احلاهم. دول الست قالت لي ان هم مش كوريين، مشروبات يابانيه، فمش عارفه بصراحه اجيبهم اجربهم كده كده ولا ايه. او ماي جاد يا جماعه، تخيلوا المشروب ده بنكهه ايه، بنكهه الزبادي، انتم متخيلين؟ اوكي يا جماعه، سجيت عند المكان اللي هو فيه التلاجة بتاعتهم ولقيت حاجات تجنن، خلوني اوريكم. اول حاجه لقيتها بصراحه لفتت انتباهي هي الحاجه دي. او ماي جاد، انا حاسه ان طعمها هيبقى يجنن. ولقيت برضو الكيك ده اللي شكله كيوت، شوفوا ما احلى جايز. سو اكيد برضو هاخد واحد واجربه. هنا في عندهم القسم المجمد، فلقيت الرز ده اللي هو اسمه فرايد رايس مع جمبري، وحسيت ان هو هيبقى طعمه يجنن، سو هجيب واحد. اوكي يا جماعه، انا بصور الحته دي واكتشفت انه الكاميرا اصلا مش مفتوحه. المهم عايزه اقول لكم اني في العربيه دلوقتي، اشتريت المحل كله بقالي تقريبا ساعتين جوه، لكن دلوقتي لازم اجري جري على البيت لانه في ايس كريم كتير جوه وخايفه يسيح. سو يا هشوفكم لما اوصل البيت. واخيرا واخيرا وصلت على البيت بعد حرفيا 3 ساعات من الشوبينج. حاجه كمان، انا فعليا بموت من الجوع، ما اكلتش ولا اي حاجه من الصبح، يدوب 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 بس شربت الكوفي بتاعتي كالعاده. روان يعني ايه الجديد، ادخلي في الموضوع. حاجه بس عايزاكم تعرفوها قبل ما نبدا التحدي ده علشان ما تستغربوش، انا اكتر انسانه مش منتظمه في الاكل خالص، يعني ابدا ابدا ابدا. يعني ممكن في يوم اتغدى وما اتعشاش، ممكن في يوم تاني افطر واتعشى من غير الغداء، يعني فعليا ممكن تتوقعوا مني اي حاجه في الفيديو ده. الساعه دلوقتي بقت 4:30 العصر وانا لسه ما اكلتش اي حاجه، سو غالبا وجبه النهارده هتكون يس غدا. يا جماعه ما تضحكوش عليا، بس انا فعليا هموت واكل من الاندومي دي من وقت ما جبتها، وانا مش قادره هموت واكلها. فهو ده هيكون غدايا للنهارده، وعلشان اشبع اكيد هعمل 2 منها. لحظه، مين لسه بيتفرج وما عملش لايك؟ انزلوا اعملوا لايك، اوكي؟ اعملوا لايك لانه ده فيديو اسبوعي وبياخد مني وقت كتير جدا، سو اعملوا لايك كبير جدا على الفيديو ده وسبسكرايب. وبس خلونا نروح نعمل الغداء الكوري لليوم الاول. ليتس جو. Thank you.
هو ده غدايا النهارده الرامن دي. طبعا انتوا عارفين انه اشهر حاجه في كوريا هي الرامن، ومش بس كده جبت كمان المشروب اللي شكله عامل كده. جايز شكله يجنن صراحه، ما قدرتش اقاوم بجد، مش قادره استنى اكتر من كده على النودلز. اوكي يا جماعه انا غيرت رايي، هي سبايسي قوي بس مش زي التانية اكيد، بس برضو حراقه. او ماي جاد، رهيبه رهيبه رهيبه. اوه بس حاسه ان انا عايزه برد على نفسي شويه، سو هجرب العصير ده. تقريبا وات، ما عنديش اي فكره بصراحه. اوكي في حاجه هنا فوق بس انا بجد مش عارفه ايه ده. وات 2 hours later. او ماي جاد، 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 انا اتغرقت حرفيا اتغرقت. اوكي بس فاينلي فتحته. اوه شوفوا، شايفين انا قعدت كل ده احاول افتحه وفي الاخر طعمه ميه بسكر. شوفوا يعني اوكي استفدنا ايه منها، مش عارفه ملهاش اي لازمه بحس، بس شكلها حلو الصراحه. وبعد كده كملت اكل النودلز بتاعتي. النودلز جد كان طعمها رهيب، بس انا فضلت اكل بكل حماس لحد ما حرفيا بقي ولع ولع من كتر الحرارة. اوكي سعدت تقريبا 10 دقايق على الغداء، وبجد هموت واجرب الايس كريم اللي انا جبته. شوفوا جايز، هو ده الايس كريم، هو ايس كريم كوري انا شفته عند ناس كتير جدا بياكلوه وكنت هموت واجربه واخيرا لقيته. او ماي جاد، تحسوا بجد ان هو طالع من مسلسل انمي قوي. واو، او ماي جاد، بارد بارد بارد، بس جايز طعمه يجنن يجنن يجنن، 10 من 10. هلو، هاي جايز، او ماي جاد شعري ازاي متبهدل كده. قلت لكم في اول الفيديو ان انا اسوأ واحده في الاكل حرفيا. المهم انه بعد ما شفتوني اخر مره كنا بنجرب مع بعض الايس كريم، انا نفسي تسدد تماما، والساعه دلوقتي تقريبا 8:30 او 9 بالليل، لحظه خلوني اتاكد. اوكي الساعه 9:30 بالليل مش 8:30، وحابه اني اتعشى حاجه بسيطه خفيفه لطيفه كده، مش عايزه اتقل على بطني بالليل لانه اصلا مش جعانه قوي. ولما كنت في الماركت جبت حاجه شكلها فظيع وبجد حابه جدا جدا اني اجربها، وهي دي اللي هي سناك كده كوريه. لحظه، دي مش سناك كوريه، دي سناك يابانيه. اصلا لما سالت الست اللي بتشتغل في الماركت قالت لي انه السناكس الكوريه واليابانيه قريبين جدا من بعض، يعني تقريبا نفس الحاجه. اوكي وخلونا نفتحها، صراحه متحمسه جدا اني اجربها، وشكلها حلو قوي بجد، شكلها عامل زي الدونت. طعمها حلو بس انا شخصيا توقعت ان هي هتبقى احلى، انه حلوه بس انه مش واو. هي بالظبط زي كانها دونت وجواها في ايس كريم فراوله سايح. وبس هكمل العشاء بتاعي وهشوفكم بكره الصبح علشان نكمل مع بعض التجربه بتاعه الاسبوع الكامل دي اللي انا مش عارفه هي هتمشي ازاي، بس يا هشوفكم بكره. صباح الخير جايز، النهارده طبعا اليوم الثاني من تحدي النهارده. انا عندي الميه بتاعتي، دايما اول ما بصحى لازم اشرب لتر كامل ميه. الميه على الريق فعليا بتحسسكم بالنشاط الصبح وبتحسسكم ان انتوا كده فريش، روحوا دلوقتي اشربوا ميه. النهارده تحديدا جاي على بالي جدا اني افطر، مع انه انا انسانه اصلا ما بحبش افطر ولا عمري بفطر غير بس كافي، وجبت كافي كورية من الماركت امبارح اللي هي الكافي بطعم، كنت هقول كافي بطعم بي تي اس، انتم متخيلين. اوكي يا جماعه سو عندي هنا الكافي اللي هعملها، شوفوا هي دي قهوه بي تي اس، وهنا عندي الالموند ميلك اللي هو حليب اللوز لاني بطلت اشرب اللبن العادي لانه بيعمل لي حساسيه، هو ده اللي انا بشربه دلوقتي. سو دلوقتي هحضر الكافي بتاعتي. وبكده جايز نكون كملنا الكافي بتاعت بي تي اس اللي هي الكافي الكوريه. عايزه اقول لكم بالمناسبه ان دي طلعت اوريدي قهوه معاها حليب زي ما انتم شايفين لونها. لذيذه، لكن انا متاكده 100% ان اللبن اللي فيها لبن عادي، فللاسف مش هقدر اكملها. انا بالنسبه لي هديها صراحه 4 من 10. اوكي يا جماعه طبعا كالعاده دايما 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 في حياتي بيحصل معايا الحركه دي حقيقي مش عارفه ليه، واللي هو اني بنسى الاكل طول اليوم وبيجي الليل وبكون لسه ما اكلتش اي حاجه، وبجد ما بفتكرش الاكل غير لما ابقى خلاص مش قادره هموت من الجوع زي دلوقتي كده. المهم وجبتنا دلوقتي هتكون مختلفه وحلوه وانا شخصيا بحبها جدا، واللي هي فرايد رايس مع روبيان.
طبعا انتوا عارفين انه الفرايد رايس هو من اشهر الاطباق والاكلات الموجودة في كوريا، فعلشان كده انا قررت النهاردة ان هو يبقى الغداء بتاعي. الفيديو ده يا جماعة برعاية نايك. قد ما بلبس لبسهم بحس لازم ياخدوني موديل عندهم، فيا خلونا نروح نجهز الغداء والعشاء مع بعض. هو ده هيكون غدايا للنهاردة، اللي هو الفرايد رايس، وفي عندي كمان دي اللي هي دامبلينجز. دي من اشهر المقبلات او السناكس الكورية. يا جماعة ريحته تجنن. اولا في عندنا هنا الفرايد رايس يومي، وفي عندنا الدمبلينجز، واكيد عندي صويا صوص علشان احطهم على الدمبلينجز. يام 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 يام. سو اول حاجة هجربها هي الدمبلينجز، لانه بصراحة دي اكتر حاجة كده يعني عندي فضول اعرف هي حلوة ولا لا. او ماي جاد جايز، خطيره. الدمبلينجز دي على فكره بطعم الكيمتشي وطعمها رائع. دلوقتي هجرب الرز. طبعا انا هحاول اكله بالتشوبستيكس، مع انه يعني ما اعتقدش اني هعرف، بس هحاول. ياي. واو، طعمه يا جماعة بجد كأني جايباه من مطعم. عايزة اجرب بجد المشروب ده لانه عندي فضول كبير. اوبس، يعني انا بجد مش فاهمة احنا استفدنا ايه من الطريقة دي. ريحته صابون. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، ده بجد طلع بطعم الزبادي. طعمه مش وحش بس غريب، يعني غريب انه مين عايز يشرب عصير زبادي، اكيد مش انا. وبس جايز هكمل اكلي للنهاردة، وهشوفكم بكرة في اليوم الثالث من التحدي ده. جايز النهاردة اليوم الثالث من تحدي النهاردة، وهو اني اكل اكل كوري لمدة اسبوع كامل. النهاردة رجع لكم يا جماعة بوجبة عزيزة جدا على قلبي، اللي هي وجبة العشاء. لما قعدت افكر مع نفسي اكل ايه وجبات كورية، استغربت جدا واتصدمت من نفسي اني لسه ما اكلتش اشهر طبق عندهم، اللي هو تاتيبوكي. المهم دي من اشهر الاكلات اللي عندهم في كوريا، ومن اكتر الاكلات اللي ما بحبهاش في حياتي خالص، بس هاكلها النهارده. طبعا عشان انا صفر في الطباخه طبعا لانه انا صفر في الطبيخ، يعني حرفيا صفر، فطلبت التيتيبوكي. فقلت انه على ما استنى التيتيبوكي بتاعي يوصل هجرب معاكم شويه كده ايس كريمز انا جبتها من المحل الكوري. اوه جايز ريحته تجنن، ريحته تحسوه كده البان. يا جماعة اول مرة في حياتي اجرب ايس كريم بالشكل ده من برا ايس كريم، بس لما تعضوه من جوا بيكون فيه الكرات دول، طعمهم يجنن. اوكي دلوقتي هنجرب الايس كريم الثاني. شايفين بقى احلى شكله؟ فعليا كانه طالع من انمي. يعني عشان كده لبست التيشيرت ده على فكره وانا بصور الفيديو، لانه حسيته لايق قوي. اسمه ايه؟ لحظه، سانشوكو دانجو. دي مكتوب عليها ان هي رايس كيك، يعني كيكه الرز. فخلونا نجربها. اوه ناشفه. ايه ده؟ انا بجد دلوقتي حصل لي ديسابوينتمنت رهيبة. دي شكلها كأنه هيبقى طعمها مثلا حلويات مسكرة. ابدا مفيش سكر، مفيش طعم اصلا، شكل بس على الفاضي. حاسة اني باكل بلاستيك. A few moments later. جايز واخيرا وصل الاكل بتاعي من المطعم الكوري، واخيرا هتعشى لاني جعانة، مع اني ما بحبش التاتيبوكي لكن هضطر اكله لانه ده تحدي الاكل الكوري. شوفوا يا جماعة هو ده شكلها. بصراحة كده قلقانة جدا، ما تعجبنيش تاني للمرة التالتة. اوكي ونقول بسم الله ونجرب. اول مرة في حياتي ابلعها. بصوا انا بصراحة دلوقتي عرفت ليه ولا مرة في حياتي بلعتها ولا مرة اديتها فرصة، لانه فعليا ملمسها لزج جدا وملزق زيادة عن اللزوم، لكن كطعم بكل صراحة هي طعمها حلو. ده بقى يا جماعة my favorite، المفضل عندي، اللي هو اكيد الكيمتشي. اوكي يا جماعة سعدت شوية وقت على العشاء، كلت العشاء بتاعي وجاي على بالي دلوقتي سناكس، وعندي التشيز كيك دي الكورية. النوع ده من التشيز كيك بيبقى مشهور جدا في كوريا، ودي تحديدا بنكهة الفراولة. شوفوا ازاي طرية. اوكي خلونا نجرب. يا جماعة واو.
الكاميرا بتاعتي وقعت وقعة حرفياً يا جماعة. أنا شك إن هي جالها ارتجاج في المخ، الحمد لله ما اتكسرتش. هاي هلو. أوكي طبعا انتوا عارفين ان النهارده هو اليوم الرابع، وبجد مش قادره اوصف لكم قد ايه التحدي ده صعب. اولا لانه الاكل الكوري بكل صراحه ممل وما فيهوش اختيارات كتير. المهم انا متحمسه جدا جدا لانه غدا النهارده هيكون اكتر حاجه بحبها سوشي. السوشي اللي هاكله النهارده مش اي سوشي وخلاص، اكيد لا، السوشي بتاع النهارده سوشي كوري. في العاده وفي الفيديوهات اللي زي دي انا بحب اعمل حاجه بنفسي واطبخ، بس اكيد يعني مش هجرب اعمل سوشي يعني. فطلبت السوشي ده من مطعم كوري وشكله مختلف عن السوشي العادي. السوشي العادي بيكون صغير، ده شوفوا ازاي كبير. واو. بالمناسبة دي اول حاجة هكون باكلها النهاردة في اليوم الرابع، لاني ما اكلتش ولا اي حاجة من الصبح كالعادة، فهي دي هتكون اول حاجة اكلها النهاردة. شوفوا ما احلى شكله جايز، ده سوشي بالروبيان. اوكي فتحت التليفون علشان اشوف ايه اسم السوشي ده بالضبط. طلع اسمه شريم تيمبورا كيمباب. خدت دقيقة افكر فيها بيني وبين نفسي كده انا ونفسي لوحدنا علشان اعرف هل السوشي ده عجبني ولا لا، والاجابة هي اني حقيقي ما اعرفش. مبدئيا كده هو في سنة زفارة، وانا فعليا ما بحبش اي حاجة فيها الزفارة دي بتاعت السمك او الجمبري. اكيد طبعا اقدر اكله واكمله، طعمه عادي لكن مش افضل حاجة بالنسبة لي في الفيديو ده بصراحة. لسه مش عارفة هتعشى ولا لا. حلو ان انا بفكر في العشاء وانا بتغدى. Hi guys. So جه وقت العشاء، الساعة دلوقتي تقريبا 9 بالليل. فضلت قاعدة بتفرج على مسلسل وقلت هتفرج على حلقة واحدة بس منه، لقيت نفسي وصلت لست حلقات، انتوا متخيلين؟ اوكي سو شوفوا هو ده هيكون عشايا للنهارده، النودلز الكوريه دي. مش عايزه اكبها على نفسي لانها بجد يعني ممكن تعمل جريمه في الاوضه. كده اكون جهزت العشاء بتاعي للنهارده اللي هو النودلز دي. دي اسمها جامبانج نودلز، نودلز كوريه مشهوره جدا. دي المفروض ان هي شوربه مع نودلز بالسي فود، يعني شوفوا في جوه روبيان، في جوه صدف، في جوه حاجات كتير قوي سي فود. صباح الخير يا جماعة. طبعا انتوا عارفين النهاردة اليوم الخامس من اسبوع كامل انا بس باكل اكل كوري. جايز مبدئيا انا عايزة اقول لكم بطني توجعني وجع مش طبيعي اقسم بالله. اعتقد انه من الاندومي او من النودلز اللي كلتها امبارح بالليل اللي كانت بالسي فود. الساعة دلوقتي تقريبا 11 الصبح، انا من الساعة 8 صاحية بس ما كنتش بصور لانه فعلا تعبانة. غالبا النهاردة هيكون اليوم الاخير من التحدي بتاعنا، للأسف شكلي مش عارف اكمله مع انه كنت حابة جدا 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 اكمله واعمل اسبوع كامل، بس بطني عايزه غير كده. وبما انه النهارده اخر يوم فحبيت اعمل اكله كوريه مشهوره جدا اللي هي اكيد كلكم تعرفوها، الكورن دوجز. دايما على اليوتيوب بشوف فيديوهات الاكل اللي بياكلوا موك بانجز بجبنه بتمط لبعيد، سو هحاول على قد ما اقدر اعملها في البيت. سو جايز هروح اقعد اكمل الكوفي بتاعتي وبعد كده هرجع لكم وقت الغدا علشان نجهزه مع بعض. اوكي جايز عدى شوية وقت وحاليا انا في المطبخ تاني علشان نعمل الغداء. في انواع كتير مختلفة من الكورن دوجز، بس اللي هعملها النهاردة هي دي اللي هي بيكون من برة كده متغطية بالبطاطس. دلوقتي بقى هجهز العجينة نفسها بتاعة الكورن دوج دي. يا جماعة اهم حاجة في الموضوع هحط شوية دقيق، وده مهم جدا اللي هو دقيق الذرة وملح واكيد كمان بيكنج باودر. ودلوقتي هحط شوية حليب، ودلوقتي هحط بيضتين. اوكي يا جماعة سو عندي هنا الهوت دوجز دول بالفراخ. اوكي سو هاخد الكورن دوج مع العصاية دي وهدخلها في الكورن دوج كده. اوه ماي جاد لا. ودلوقتي المفروض اغمس الهوت دوج ده في البطاطس. باظت خالص. اوه ماي جاد باظت. اوكي يا جماعه هي دي الكورن دوج اللي عملتها، شوفوا ازاي طلع شكلها غريب. سو دلوقتي هحاول اعملها مره كمان وان شاء الله تظبط.
جايز بغض النظر عن السواتر بتاعي اللي تبهدل حرفيا من الطبخ، لكن او ماي جاد بجد متحمسة جدا اوريكم لانه طلع شكلها يجنن. او ماي جاد، فده هيكون غدايا الكوري للنهاردة، شكله يجنن ولسه ما دقتوش، سو هدوقه دلوقتي معاكم. وطبعا يا جماعة عندي الكاتشب وكمان المايونيز، ده مش مايونيز ده مسترد. اوكي خلونا نجرب لاني فعلا متحمسة قوي. او ماي جاد يا جماعة طعمها طلع لذيذ بشكل مش طبيعي، يومي يعني. اوكي الشكل مش واو قوي او مش مظبوط قوي، بس بصراحة الطعم ولا غلطة. اوكي يا جماعة وجهزت الاندومي اللي هي للأسف هتكون اخر وجبة ليا النهاردة، لانه زي ما فهمتكم الصبح بجد بطني تعبانة جدا، عشان كده قررت اتعشى حاجة خفيفة بسيطة قوي انه زي الاندومي، وانا النوع ده من الاندومي بعشقه. مبدئيا شركة الاندومي دي مش شركة كورية، هي شركة من سنغافورة، لكن الرامن نفسها هي اكلة كورية، فاهمين قصدي؟ بصراحة ما كنتش متوقعة خالص انه بطني هتتعب من التحدي ده، لاني عملت قبل كده اسبوع كامل اكل حار. حسيت ان انا بطني اتقلبت، معدتي بقت توجعني، يعني مش عارفة يمكن من التوابل الموجودة في الاكل الكوري. كده جايز نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، اتمنى من كل قلبي يكون التحدي ده عجبكم وتكونوا حبيتوه، وبليز لو حبيتوه ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو. الفيديوهات دي بجد بتاخد مني وقت ومجهود وايام كتير علشان اصورها، سو بس بليز ما تنسوش تعملوا لايك قبل ما تطلعوا، وكمان ما تنسوش تدوسوا على زرار سبسكرايب الاحمر اللي تحت الفيديو علشان تشتركوا في القناة، وكل ما انزل لكم فيديو جديد انتوا تشوفوه اول باول. وبس دلوقتي عايزة اقول لكم ثانك يو سو ماتش فور واتشينج، بحبكم قد الدنيا كلها، وان شاء الله اشوفكم في كل الفيديوهات الجاية. باي باي. Guys.